حبيبتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو ما تنساوش دعموني بلايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. عندنا هنا البنات الدقيق ديال الحلويات الابيض كيلو، وعندنا نصيطو ديال الحليب دافي، وعندنا كاس ديال الزيت ديال العنبه. هاد الكيسان عندي كيهزو كاس ديال العنبه، وعندنا كاس سنيده ديال العنبه، وعندنا معلقه ديال الخميره ديال العجين، وعندنا معلقه ديال الحامض محكوك، قشره الحامض محكوكه، وعندنا جوج ديال البيضات، عندنا جوج معالق ديال عصير الحامض، وعندنا قريصه الملح، وعندنا لي فخوي ديال معلب ديال الحلويات، وعندنا صفر بيضه، وعندنا شويه ديال الزبيب القياس ديال شي 4 ديال المعالق، وعندنا هاد الخليطه البنات. هاد الخليط عندنا فيه 4 ديال المعالق ديال اللوز، وجوج معالق سنيده، وجوج المعالق زبده، ومعلقه ديال البودره ديال الكاكاو. ان شاء الله على بركه الله غادي نسيبوها البنات، غادي ننزلو هنا كلشي في نوبه. الزيت غنديرو السكر، غنضيفو البيض دي هما جوج، وغنديرو الحامض كياس ديال جوج معلقات، وغنديرو الخميرة، وغنديرو البنات قريصة ديال الملحة، وغادي نمشيو نديو الخليط يتعجن لينا في العجانه بالماء بالحليب عفوا بالحليب دافي. ان شاء الله ملي غادي يتخلط غادي نوريكم كيفاش العجين جات، وعاد باش غادي نقسموها باش غادي كل حاجه وشنو غادي نديرو فيها ان شاء الله. من بعد ما الخليط ديالنا وجد ديال البغيوش العجينه، ها هي تعجنات في العجانه، غادي نخليوها واحد 15 دقيقة ولا 20 دقيقة على حسب الجو كيفاش داير. ملي غتضاعف لينا الحجم ديالها ان شاء الله غادي نقسموها باش نورقوها ونوريكم الشكل كيفاش داير. بعد ما الخليط ديالنا خمر او وصل هذا القياس هذا هو تضاعف لينا واحد نص ساعة ان شاء الله، دابا غادي نبداو نقسموه ونقسموه باش غادي كل حاجة وشنو نديرو فيها، وغادي نرجعو من جديد. من بعد ما قسمنا العجينه على 4 بهذا الشكل هذا، هذه الكره جات صغيره لانه غادي نخرجو غير كويرات صغار، هادو وهادو البنات غنديروا لهم هذا العجين هذا اللي عندنا فيه لوز والسكر والزبده والكاكاو، هاد جوج، وهذه غنديروا لها هاد لي فخوي هادو معلبين ديال الكاطو مع الزبيب. غادي نخلطوهم هذا البنات. فاش خلطنا هذه اللي فيها هاد لي فخوي غادي نكورو في نفس الوقت، هذه غنديرو كويرات بحال هكذا، هاد الكويرات درنا ليهم بحال هكذا البنات، ما غاديش نبسطوهم هكذا، غادي نديرو ليهم الشكلاط من الداخل وغادي نجمعو بحال هكذا. وغادي نحطوهم في الطاوة، هادو ديال الفرديين حتى هما بغيتو ديرو فيهم لي فخوي ديرو، بغيتو ديرو فيهم غير الزبيب ديرو، بغيت تخليهم خاويين تخليهم خاويين، ها هما بحال هكذا البنات. لي بغيوش راه ما تيتبسطوش، تيبقاو هكا مكورين يعني ما تقرصوهمش،
كيجيو منفوخين بزاف كنحطوهم في الطاوة هكذا منفوخين، ومن بعد غادي نوريكم الشكل كيفاش غنديروا لهادي وكيفاش غنديروا لهادو. من بعد ما البنات حطت لينا شويه خلطنا في هذوك لي خوي، احنا غادي ان شاء الله نديرو هذا الشكل هذا. وغادي نقسموها على ثلاثة ونعاودو نقسموها هكذا. غادي البنات ديروا لها هذا الشكل هذا، هي البنات عندنا ضفيره ان شاء الله نحطوها هنا تتخمر لينا. ها هادو جوج طريقتها موجودو لينا نخليهم تيخمروا. دابا ان شاء الله غادي نمروا لهادو. هنا هاد جوج كرات اللي بقاو لينا ديال البغيوش غادي نرقوهم. هكذا تيولي الحجم ديالهم بجوج قد قد. من بعد ناخدو المعلقة وغادي ندهنو الخليط ديالنا ديال اللوز، ربعة المعالق وجوج معالق زبدة وجوج المعالق سكر سنيدة والبودرة ديال الكاكاو معلقة. هذا الشكل هذا من بعد غنديرو الزبيب وهذا الشيء كيبقى اختياري البنات، اللي بغات دير الزبيب ديرو، اللي ما بغاتش ديرو ما ديروش. باش نبغيو نهزو العجين كنتنيو على جوج بحال هكذا وعاد كنلصقو الطرف التحتاني وعاد والاخر هكذا. دابا كندهنو البلاصه شي شويه بالزيت باش ما تلصقش لينا. عاودو نتنيو تاني على جوج وندهنو اتجاه الاخر بحال هكذا ونعاودو نحلوها.
كتخمر راه كيجي من فوق بزاف. مع العجينه عندنا هشه كندهنو هكا بالظهر ديال الملعقة معلقة وهنا الفوق غير اللي دهنا لينو راه الداخل عمرناها مزيان. اللي بغى يدير الكركاع اللي بغى يدير اللي كيبغي تا الكاوكاو هكذاك بما عندنا كملنا الشكلات ديالنا نعاودو ونرشو هاد شوية الزبيب اللي بقى عندنا نقلي ومن بعد البنات نبرمو فحال هكا نبرموها فحال هكا هاي العجينة راه خمرات لينا مع المطبخ سخون. دابا غنجيبو سكينة البنات يكون عندنا ماضي على هكدا بعد ما قسمناها كنقلبوها شوية باش تجي الوجه لي محلول يحنينا بالسكين يجينا الفوق كنبداو نلويو البنات تنكملوا اللويه ديالنا ومن بعد غادي نجيبو الطاوة ديالنا هي الطاوة ديالنا فرشنا لها بابي كنزوها بحال هكا البنات مازال غادي نخليها غير واحد 5 دقائق تهبط هي ما تطيح ما تبقاش ترجع ليا ما تبقاش كتيري وغادي نعاود نجبدها باش نكبرها على هذا القياس باش ملي تجي تخمر غتجينا الحجم ديالها كبير ويجينا شويه ما يجيش غليظ بحال الا خلينا هكا الا خلينا هكا غتجي غليظه بزاف خصني نتيريها شويه ونكبرها شويه في الخلاطه ومن بعد ان شاء الله تخمر غادي نوريكم كيفاش جات
وندهنوها بالبيض وندخلوها للفرن ان شاء الله. من بعد ما دهناها بالبيض انتما كتشوفوها ان شاء الله دابا ندخلوها للفوق، ومن بعد نشعلوا ليها الفوق والتحت ونشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. ها هي البغيوج ديالنا من بعد ما طابت كيفاش جات، تبارك الله ما شاء الله، ها هي كتشهي وريحتها غزاله لانه ريحه اللوز والزبده والشكلاط طالعه كتشهي. وبالصحه والراحه البنات، صحه والراحه. ها نتوما تبارك الله ما شاء الله كيلو ديال الدقيق شحال خرج لينا مع سيترة الحليب، الكميه تبارك الله ما شاء الله. وكي قلت لكم انا كنفضل الا كنت غناكلهم في العشيه كنصايبهم في الصباح، والا كنت غناكلهم في الصباح تنصايبهم بالليل لانه تنبغيهم شادين شويه في راسهم. ها الكريسات ديالنا والضفيره ديالنا تاعي تبارك الله باش تشوفوا كيفاش جاوا الكميه شحال عطاتنا. ونتمنى من الله يعجبوكم، نتمنى من الله يعجبوكم وبصحة والراحة، ويا ربي ما نكونش ثقيلة على قلوبكم. إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله تعالى.